تعال اسكندري تعال، نحن اللي ربينا اللي ربوك واللي ربوني مثل الخلق كلهم ماتوا، واللي كانوا مفكرين حالهم ربوني أنا قتلتهم. صحيح الله، أنت كم شخص قتلت يا اسكندر؟ مو مهم لحد هلأ كم شخص أنا قتلت، المهم مينن هن اللي قتلتن. لهذا السبب أنا حابب أشتغل معك، تعرف منيح مين تقتل ومع مين تكون، وكمان ضد مين توقف. انتو عم تعرضوا علي يكون شريككن ولا عبدكن؟ برأيي هاي العلاقة لازم تعتبرها مثل الزواج تمام. بالزواج إذا بتسأل المرأة بتطلع هي العبدة، إذا بتسأل الرجال بيطلع هو عبد المرأة. زواج شو اللي عم تعمله؟ كأنك عم تقول لصاحبتك وتضحك عليها إنك أنت مرتي. أنا عم قلك مرتي مو مكفيتني. مين مرتك؟ إسرائيل. زواج أمريكا وإسرائيل زواج كاثوليكي، ما في طلاق للموت، لهذا السبب تعودنا على الصاحبات. أنا كل حياتي ما صاحبت وحدي غصب عني. رح أترككن وحدكن، أنتو حكوا كلام رجالي. لو مانك بعت لي بنتي وانجي بالوقت المناسب كنت انا هلأ ميت وشبعان موت. انت ليش بدك ياني ضل عايش؟ انا عم طير الدنيا، عم دور على واحد يدير تركيا باسمي انا، وهاد يا اما بيكون مراد يا اما انت. صراحة لو كان مراد واحد خرج يتفق معي كنت تركتك تموت بدون ما يرف لي جفن. بس في كتير شباب بخدمتك وتحت أمرك، تركن هن يديروا تركيا كلها باسمك انت. ليش أنا؟ ليش؟ تذكر شبابك، انت كنت مندفع كتير ما هي؟ ومشان هيك ارتكبت أغلاط كتيرة، بس الظروف الجديدة بالمنطقة اللي انت فيها ما بتتحمل أغلاط جديدة، لهيك اخترتك إلك، بس بشرط تعرف حدودك طبعا. شلون انت متأكد وبتعرف انه أنا رح أخلص لكم بعد ما أحصل على كل هالقوة؟ انتو ما بتعرفوني أبدا. أنا بعرفك منيح وبعرف انك ما بعت حدا ما باعك. بعدين انا بآمن بالإرادة الحرة، لازم كل واحد يحدد خياراته بنفسه. اذا انت فكرت تخوني اكيد بتعرف شو رح يصير فيك. انا هلأ واحد هربان، ومثل ما انتو بهدلتوني قدام الرأي العام والصحافي كلها، عندي بالمحكمة ملفات بتنيمني بالسجن طول عمري. هدول الملفات بيتخوا بيضيعوا بين المحاكم. بهالبلد في ناس بيتخوا بالحبوس وناس بيتخوا بممرات المحاكم، بس خياراتنا نحنا انه الملفات تتخ بممرات المحاكم. تركيا بلد حلو كتير، المسامحة والعفو قيم هالبلد، وقيم حلوة كمان.
بيوم من الأيام زارت السجن وحدة ست، طالعوا لها قدامها وحدة بريئة، فرجوها ابنها المتربي بالسجن. الست ما تحملت، طلبت عفو للبريئين، بس ما بتعرف مين بده يطلع بهذا العفو، البريئين ولا اللي بدنا ياهن نحن. انت كم شخص طالعت بالعفو يا اسكندر؟ تتذكر عددهم؟ مو مهم ابدا كم شخص عفيت عنهم، بس المهم عن اي اشخاص انا عفيت. عم تخططوا انكم تطالعوا اللي بسجن امرلي؟ نحن صرنا واعدينه، بدي اعطيه اللي بده اياه في حال عمل اللي بدي اياه.